جانجا، أنا جاي بدي أطلب منك شغلة. بصراحة بدي إياك تخبي قصة فقدان ذاكرتك عن الكل. أنت شفتي موتة أبي، كانت صدمة كبيرة للعيلة كلها. هلا ما فيهم يتحملوا أي صدمة تانية، ولا تخافي أنا رح أعطيكي كل أدويتك. وكمان شي تاني، قبل العاصفة بشوي عمك ميش رح حكاني وقال لي في شنطة إلك بسيارتي، على الأغلب هي شنطة تيابك صارت عندك، ديري بالك على حالك. هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.